ضيفنا اليوم اتخذ جملة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شعارا له: الهمة حتى القمة. هو فنان تشكيلي من ذوي الهمم، تحدى كل الظروف ليتميز ويصل ويحقق حلمه، وكموجة في أن يكون موهبة تجذب الأنظار. اليوم هو معانا في الاستوديو، وضيفنا راح يعرفنا أكثر عن فنه وموهبته، فهد الجميعة، فنان تشكيلي. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك، نورتنا. النور. يعني احنا فخورين فيك بهذا التقدم اللي انت قاعد تسويه، واتخذت كلمة سمو ولي العهد همة حتى القمة شعار ليك. وقلت لا، انا لازم اكون انا. رغم انه انت واجهتك كثير صعوبات وظروف في حياتك، كلمني على هذا التحدي اللي انت تحديت فيه نفسك. انا يعني من اؤنهم، انا اول شيء كلمت اعلاميين، كلمت يعني كثير ناس، كلمتهم، كلمت ناس كثير، ما يصحوا معي، ما قصر. طلعوني انا في السعودية مرتين، وطلعوني على قناة المجد 4 مرات، هذا أول شيء، والحمد لله يعني مسلمة مع الإعلام اللي أنا يعني أن أوصل هالشيء، بس باقي أشياء، باقي لمسات، يعني أنا لو بلمس هالشيء بلمسه، يعني كل ما خطوة بخطوة، يعني الحمد لله ربي لك الحمد. من أسبوع أنتظر يعني الحلقة هذه تجي على دوري أنا، ما أنتظرت أي أحد وكلمت أي إعلام، وكلمت لا، أنا كلمت الإعلامي مسرح، الأستاذ مسرح، وأنا علمت عن وضعي، إنسان ما أجي أي أحد ولا أحد يجيني، أنا إنسان يعني جدا هادي بالبيت، يعني أتأمل اللوحات اللي عندي، بس الفضل من الله. ثم عبد العزيز العمر، لابد ان نوجه له تحيه الحين، اكيد لابد ان يعني احنا نقولهم من كان عمري 20 سنه لين الحين، وانا الحمد لله متواصل معه. جميل. لابد انه كل انسان يحترم معلمه ويقدره، حتى لو كان بينه وبين مسافه طويله، او كان عنده وما يعني عنده أشياء مشوشرة وكذا، لابد أن الطالب يتحمل مسؤولية علشان يوصل اللي هو يبيه. صح. أنا ما رجيت يجي وحدة مثل عبد العزيز أبو حسن فنان أبو حسن، أنا صبرت ليش أنا يعني أصبر، يعني كل اللي يشوفونه باللوحات فتحوا عن عني انا، يعني كيف عني انا؟ يعني عن الصمت، في اشياء لوحات عن الصمت، عن الطبيعه. صح. انا ادري كيف تعبر عن نفسك باللوحات اللي ترسمها. اي هذا اللي انا وصلت بالضبط. واستاذ عبد العزيز ايش كان دوره معك؟ دوره انه هو كان مدرب. ما شاء الله. كان مدرب، شنو اقول لكم؟ مدرب انه يعني دمي على دمه، وانا يعني بالعكس، يعني ناخذ نتبادل باللوحات، نتبادل بالاشياء. في كثير ناس فهموا انه غلط، انه انا بالعمر 26 سنه ما شاء الله، والاستاذ عبد العزيز ليش انه اكبر مني، علشان يعني امشي معه واخذ وقت معه. نعم. ما فيها شيء، يعني هو قدوتك. صح. ايوه، هو يعتبر انا احد ابنائه. نعم. صح ولا لا؟ كلامي اكيد كلامي صح. صح. أكيد. وعلى هالموهبة هذه أحب أشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد آل سعود، أوجه له تحية. أمير فيصل بن محمد آل سعود. إيه. نعم. أوجه له تحية طبعاً. وأحب أشكر صاحبي وصديقي أخوي اللي ما جابته أمي الله يرحمه، سعيد اليوسف. الله يرحمه؟ لا أمي الله يرحمه. الله يرحمه. أخوي يعتبر أخوي وصديقي اللي ما جابته أمي. شجعك، كان يشجعك. هو شجعني، ونحن الآن مسلمة معي. الله يسعدك. وفعلاً أنا الحين مسلمة مع المدرسة الجديدة. لابد أن عندي من اثنين. كيف من اثنين؟ يعني واحدة أدرس عندهم، واحدة لا، ناقل من عندهم. نعم. عرفت كيف؟ أنا أروح للرياضة بس. بس المدرسين الجدد يعني شافوا كل هالشيء، وانا علقت عندهم 4 لوحات في الفصل حقي انا. ما شاء الله. في فصلك؟ اي
أنا نطلع. يعني ما شاء الله الموهبة حقتك فهد حتى يعني في يعني في أماكن كثير وفيها المدرسة قلت اللي علقوها فيها. لكن فهد أنت يعني قبل شوي ذكرت إنه تعبر عن نفسك في اللوح. فأنا أبي أعرف طبعاً أكيد يعني الفنان كله إحساس صحيح. أساساً فيعني ما شاء الله هذه طريقة راقية وجميلة إن الواحد. فأنا بأسألك أي اللوح فهد اللي أقرب لقلبك وليش؟ من هذه اللي حولنا يا مها؟ يعني أهلال. من اللي حولنا أو لوحة أنت يعني عندك ممكن ما جبت؟ في أهلال. في قل لي وش لوحة أقرب لوحة هدايا لوحات هدايا نعم وحنا في ناس يرسموني نعم جميل فين هدايا ورسامين ايه؟ أنا عندي لوحة معلقة من إيه؟ مستحيل إن أبيعها لأنه أشخصهم النصرة لابد إن أجيبها شفوة يعني كشفة وهي الأقرب لقلبك؟ إيه بس مو بأنت اللي رسمتها بس ما فنان معروف فنان معروف طب ليش قريبة لقلبك فهد؟ كل اللوحات قريبها كل اوكي يعني هو اللي خلاني اوصل هالشيء بس لابد ان احب اني اشتغل مره ثانيه مدرسيني سواء استاذ سليمان عنتني واستاذ احمد مهيتنا واستاذ ناصر واستاذ محمد نعم كلهم ما يصروا معي انا الحين 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 مستغرب قلنا بين التعليم العام الحين يعني كيف يدعو نفوذ معه يكلم المدرسين بالجرأة هذه نعم كيف ياخذ ويعطي معهم انا ليش اروح لهم؟ انا اروح لهم عشان انا قريب من عمرهم انا اللي انا اروح واقول لهم بس انا ليش يعطوني فرصه ويعطوني اشياء كذا خلاص الواحد اذا يرى من العمر الشخص ياخذ ويعطي معهم اكيد طبعا يعني فهد كمان ما شاء الله عليه من الاشخاص اللي شاركوا في معرض جسفت إيه؟ كلمني عن هذه المشاركة. هذه مشاركتي أنا في مو أول مرة. مو أول مرة؟ إيه إيه. مع أنت من أبناء معرض جسفت أصلاً. إيه أول ما بدأت عمري سنة بالعشرينات. أيوه. أول ما بدأت الرسم كان عمرك 20 سنة صحيح؟ إيه. تمام. فكان لك عدة مشاركات. كلمنا عن آخر مشاركة في جسفت. آخر مشاركة لي كانت مع صاحب السمو الأمير فيصل من محمد آل سعود هو كان معي ما يصل إلا والله خير وأنا أحد يعتبر أحد من أبنائه يعتبرك أحد من أبنائه كيف كان يدعمك الأمير فيصل؟ سمي كيف كان يدعمك الأمير فيصل؟ يعني يسوي لحمة يسوي مجلس علي كذا أنا أحب أشعر لما كان فخور فيك يعني يكون في إحساس لأن أثناء يعني حتى الشيخ منان الرويحل ايوه طبعا ايه كانت معنا معروفه اي جزاها الله خير هي يعتبر انا احد ابنائها تقولي ايش هي فهد الجماعه تبي لا ينتج لنا فلانه نعم لان الجمعيه تحت امري وانا ما محتاج من الجمعيه شيء بس انا معلمهم اي مشاركه اي شيء مثل من الاستاذ عبد الله الرويحل علشان ينظم على قاسي والاشياء صح كذا أحب أنه يكون متفائل في الأحمد بس صح أنه ما أحب الآن هنا بس الواحد يطور من نفسه صح بقى. أكيد لازم الواحد يطور من نفسه لسه كنا نتكلم أنا توي بسأل كيف تطور فهد من نفسك يعني كيف أنه أنت يعني تخلي هذه الموهبة تنمو وتكبر وتتوسع وتصير أفضل وأفضل كل يوم وبرضه أبيك تحكينا عن يعني أنا شفت هذه اللوحة هنا يمكن جذبتني ألوانها وسألتك يمكن وش هذه الألوان فهد قلت لي زيتية ألوان أحيانا تجي ألوان مو زيتية فهذه اللوحة رائعة يعني ما أدري أنا أشوفها كأنها أمواج أنا على كأنها ضجيج داخلي أنا سحبتها بريشة على فكرة هذا بالريشة ريشة الألوان سحبتها لين طلعتها شوي. فأبغاك تكلمني عن هذه الموهبة يعني كيف أنت ما شاء الله قاعد ترسم شيء زي كذا بالألوان الزيتية بألوان عشوائية وفي النهاية تطلع رائعة وكيف ترسم مثلا شخصيات نفس الشخصية اللي نشوفها هنا جنب عبير فنبغاك تحكينا الفن المختلف إيش اللي خلاك مثلا ترسم هذه الرسمة وفي نفس الوقت اخترت أن أنت ترسم هذه الشخصيات وتعبر عن إيش الشخص الواحد لابد انه يكون مؤكد على الشيء اللي هو يبيه صح يحط علامه حمراء نعم يوصل الشيء
لابد أن يتحمل لين لا خلاص اتفقوا معي الحين أنا يعني أطلع نعات أطلع أروح مهرجانات أشياء مثلاً تكتسب خبرات نجوم أشياء كذا يعني يبني أنا ما أقول هم أهل بس أنا عندي ابتعاد بس أنا أهل يا دوري مثلا مشاشة أو شيء أسلمهم ويسلمونه صح يسلم نفس الموعد وفي نفس الوقت يا فهد ما شاء الله احنا عرفنا انه انت متميز جدا في دراستك ما شاء الله عليك يعني انه انت توفق او يكون عندك وقت انك للدراسه ووقت للفن التشكيلي ووقت للمشاركات العديده اللي قاعد تشاركها أيوة. سواء كان في معرض جسفت او انت كمان شاركت في اليوم الوطني أيوة. فما شاء الله يعني مقسم وقتك صح يمكن انت يمكن مثال على الكلام اللي كنا جالسين نقوله كيف نقدر نحقق اهدافنا في السنه الجديده فكلمنا برضو عن يعني كيف تقدر تفضل ايوه اذا كان عنده هذا يعني حقيقة مثلا أنت عندك أهداف ما شاء الله قوية نادرة معروفة على كل القنوات وعلى كل الأشياء اللي أنت تبينها لكن أنا غير كيف غير؟ صار الإعلام اللي أنا قاعد أدخله صار غشي غشي هذا أنا كون وجماعة وصوت تحمل يعني كيف تحمل؟ إنه الصمت هو نفس مزاجي الصمت؟ إيه؟ هو ايه؟ نفس مزاجي جميل يعني ما يخليني اطلع الكلام على هيك صح ولا لا؟ صح. يعني كيف اذا تكلم المدرسين بس انت يعني انا برايي وبناء على كلامك فهد يعني انت طلعت هذا الصمت بطريقه مثل ما كنت اقول لك راقيه ومعبره ويعني زي ما يقولون بموهبه جباره فهد يعني ما تتخيل قد ايش احنا فخورين فيك فخورين بالاشياء اللي انت قاعد تقدمها لنا يعني حتى انا قلت لك انا ممكن اخذ واحده من لوحاتك قلتي بعد لا بعد اذنك اكيد لكن احنا نشكر حضورك اليوم معنا ودائما ندعمك ودائما نوقف معك لانه احنا دائما ندعم المواهب أنا الجباره ما بس لو بعض القنوات ان شاء الله لو بلمسها بعدين ان شاء الله راح اكون لوحات طبعا ان شاء الله باذن أكيد. الله احنا أكيد. كلنا يعني اكيد ثقه فيك انك بتسوي اعظم من كذا يا فهد انا نفسي هنا انا نفسي هنا عن نفسي انا لانه انا واثق من نفسي اكيد لابد من الواحد يطلع ثقة قوية وعالية صح الثقة هي كل شيء شكرا لك يا فهد يعطيك العافية شكرا لحضورك اليوم معنا شكرا لك مشاهدينا مكملين معكم باقي الفقرات لكن خلونا نطلع هذا الفاصل